فحوصات وظائف الكلى. يتم إجراء هذه الفحوصات للمساعدة في تشخيص وعلاج الحالات المرضية التي تؤثر على وظائف الكلى، وقد تستخدم كجزء من فحص الصحة العام، وعندما يكون لديك عوامل خطورة معينة للإصابة بمرض في الكلى مثل مرض ارتفاع ضغط الدم وداء السكري. العينة المطلوبة لإجراء الفحص تشمل عينة من الدم يتم سحبها من وريد في ذراعك. تقوم هذه الفحوصات بقياس مستويات مواد مختلفة في الدم تشمل العديد من المعادن والأملاح والبروتينات وسكر الجلوكوز، بغرض تحديد الحالة الصحية الراهنة للكليتين. الكليتان هما زوج من الأعضاء تشبهان حبة الفاصوليا، تقعان أسفل القفص الصدري في الجانبين الأيمن والأيسر من جهة الظهر. من الطبيعي أن تقوم الكليتان بترشيح وفلترة حوالي 150 لتراً من الدم يومياً للتخلص من الفضلات الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي وعن الأنشطة الخلوية الطبيعية. تقوم الكليتان بإنتاج البول لطرد الماء الزائد من الجسم مع تلك الفضلات التي تمت إزالتها من الدم. بينما تقوم بتنظيم مستويات المواد الكيميائية الضرورية في الجسم بما في ذلك البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والفوسفور والكلور والبيكربونات عن طريق فصلها عن الفضلات وإعادة إفرازها في الدم، حيث أن الحفاظ على المستويات الطبيعية لتلك العناصر في الدم هو أمر ضروري وحيوي. إذا لم تعمل الكليتان بكفاءة فإن الفضلات قد تتراكم في الدم وقد تزيد مستوياتها في سوائل الجسم لتصل إلى مستويات خطيرة تسبب أضراراً للجسم أو ربما تهدد الحياة. إن الأسباب الأكثر شيوعاً وعوامل الخطر الرئيسية للإصابة بمرض في الكلى تتمثل في الإصابة بداء السكري وبمرض ارتفاع ضغط الدم. إن نتائج فحوصات وظائف الكلى لا تكون تشخيصية وإنما تشير إلى احتمال وجود مشكلة ما في الكليتين، ويتطلب الأمر حينها إجراء فحوصات أخرى تالية بغرض التوصل إلى التشخيص ولتحديد السبب. مختبرات البرج الطبية، شاهد المزيد على قناتنا على اليوتيوب.